الحصيلة. حاليا الحصيلة راهي 717، غادي نمشيو للبائع هو كل بائع تجيب الأعوان المعنية بالعملية وراهي مفتوحة على مدار السنة. هذه سيد الوالي هذه الفئة اللي راهي كتقوم كتقرا عليها هذا الهدف يعني تاع المديرية العامة بالتنسيق مع كل الهيئات والمؤسسات المعنية هي إشراكهم في تسيير أزمات الفوارق. قالك رانا شفنا العمل اللي يعملوا به نفس العمل اللي يقوم به الهلال الأحمر الجزائري. عاد تكوين في مجال الإسعافات الأولية وراح ندرجوهم حتى يعني في أنظمة تقنية لتسيير الأزمات. كيفاش يدخلوا مع لي ديسبوزيتيف لا ريلاسيون انتر سيكتور بين مختلف القطاعات كيفاش هما راح ينسقوا ويعتبروا في قيمه مضافه لهذه الاسعافات.